الطب النفسي في المغرب باقي ما ارتقاش لواحد المستوى مزيان كيف في الدول المتقدمة، ومكلف اون بليس، مكلف الطب النفسي بزاف، وكنظن ان اي واحد خاصو متابعه مع طبيب نفسي. العقليه مازال عندنا، يعني عندنا عيب، عندنا حشومه، عندنا نقولوا الطب النفسي يعني شي حاجه في، يعني بحال مرض عقلي ولا يعني واحد النقص فهمتي اللي ما يمكنناش نهضروا عليه ولا هذه. وتنتمنى شويه التوعيه وشويه ديال التحسيس نتاع الناس، يعني نحسوهم بان الطب النفسي حتى هو بحال اي طب. الانسان ما تيبغيش يكشف على ذاك المرض اللي عنده، فهمتي، مازال تجي حشومه عيب، مي هي نورمالمون تجينا انا مساله عاديه. الانسان يمشي، ان بلي بارن ديال المغاربه عندهم مرض نفساني. طبيب مزيان ولكن الناس ما كتقبلوش، الا قلتي طبيب نفساني تيقولوا راه هبيل ولا مسطي، ما تيتقبلوش بلي راه طبيب. عادي جدا، يعني انسان ملي يحس براسو يعني تحس يعني بمشاكل، ملي يعني تعرض مثلا المشاكل خصو ضروري يزور الطبيب النفسي، يعني ماشي يبقى حتى يوصل لهذيك المرحله الاخيره. باقي حنا ما وصلناش لدوك بحال الشكل ديال الدول المتقدمه، اون فوا تيشوف راسو تعصاب ولا عنده بحال شي ازمه نفسيه ولا بحال هكا، تمشي نيشان عند طبيب نفساني ولا معالج ولا. حنا صافي حنايا تتعصب تيقول لك داك الشيء عادي، فهمتي. حنا تقريبا راه الاكثريه ديال المغاربه دايرين بحال هكا. هاد الاحصاءات تيقولوا بلي 53% ديال المغاربه مصابين بامراض نفسيه ولكن ما عارفينش راسهم.